شوفي سيدتي، خلينا نفاجئوا الطرف الاخر، غنفاجئوهم كاع السيدات، نديروا اليد في اليد ونوضوا الماسكات، التغذيه، الشرب، الماء، نفاجئوهم. خلي الطرف الاخر هما يشرفوا وحنا نبقاو بخير وعلى خير، نشوفوا في المرايه ونضحكوا عليهم. اش بان لكم؟ ديروا في اليد في اليد. يلا مرحبا بكم وخليكم معايا حتى الاخر. السلام عليكم سيدتي الجميله، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي اليوم جيتك بواحد الماسك مبيض وقوي في التبييض وكذلك مغذي للبشره سيدتي، وكيجبد ليا البشره، يعني شد البشره باش كيعطيني داك اللمعان، كيعطيني داك يعني ملي كندير الماكياج ديالي وهذا كيبان وجهي مجبد ولامع. هذا المكون حتى هو عندي اللي هو بسيط، ودائما كتسولوني شنو هو السر ديال لمعان الوجه ديالك. دابا غادي نوري لكم سيدتي مكونات جد بسيطه ولكن راها قويه، راه عندها واحد النتيجه اللي هي قويه في التبييض وفي التغذيه ديال البشره. سيدتي مكونات متناول اي سيده، سيدات اللي بغاو يحيدوا الشمس ديال هذا الصيف، هذا بغاو يحيدوا التصبغات، بغاو يحيدوا حتى الكلف والنمش، راه كتنقص منهم. علاش؟ لانها فعلا مبيضه ومغذيه للبشره. اول شيء كنقول لكم سيدتي، الناس اللي عندهم مشكل في البشره ديالتهم دائما شاحبه، واخا يديروا الماكياج، واخا يديروا يعني سميتو كريم الاساس، واخا ما كيبانش وجههم، عليكم بالتغذيه ديال البشره اول شيء، تغذيه البشره. ثاني شيء زيت البابونج او لا ماسكات اللي فيهم البابونج، فات لي قلت لكم وفات لي نصحتكم، وباقي الناس كيسولوني، الناس يمكن جداد. زيت البابونج كيحيي البشره من جديد، كيرجع ليها الحيويه، كتولي نشيطه، يعني كتبدا تعطي، كيبدا الوجه اي ماسك درتيه الا وكيبان عليه، كيبدا الوجه كيصفى كيتصفى شويه بشويه، كيولي يستقبل اي ماسك درتيه فيه، اي كريم درتيه فيه كيولي يستقبله. سيدتي زيت البابونج اولا الماسكات اللي فيهم البابونج، الله يجعلك ما تشدي غير البابونج طحنيه وتغربليه وديريه مع الياغورت وتبقاي ديريه للوجه ديالك، اولا مع اللبن وتبقاي ديريه للوجه ديالك. سيدتي اللبن راه مهم للبشره، فيه البكتيريا اللي هي نافعه للبشره وحتى في التغذيه، يعني نشربوا اللبن راه هو جد نافع بزاف. سيدتي المكونات، ما بغيتش نطول عليك، المكونات اللي غادي نحتاج هو هذا المكون، ما عمرني درتو لكم، كنت كنعطيكم الخيار، دابا غنعطيكم الفكوس. الفكوس كيكون ما تيكونش على طول السنه، تيكون غير واحد الوقت كيوجد الفكوس. سيدتي راه عنده واحد منافع اكثر من الخيار، خصكم تعرفوا الفكوس عنده منافع اكثر من الخيار في التبييض وتغذيه البشره، حتى في الجسم ديالك. كولي الفكوس، حكيه، كتاكلي السكر ديري شويه السكر كوليه، ما كتاكليش غير حكيه وكوليه بحال هكذاك، ديري فيه شويه ديال المزهر وكوليه، راه جد رائع. اولا طحنيه مع الليمون، جد رائع، يعني غزال الفكوس في التغذيه وفي جمالك سيدتي. غناخذ الفكوس قلت لك، كذلك عندي اللي كيشد ليا البشره، اللي كيشد ليا البشره والناس ما كيعرفوهاش، هو سكر السنيده اللي هو كنديرو حنايا سكر حبيبات اللي كنديرو في القهوه، ها هو سكر حبيبات، حيت الناس كيقولوا لي شنو هو سكر السنيده، حنا كنقولوا ليه السنيده في المغرب، في بلاصه اخرى ما عرفتش، المهم حبيبات صغار ها هما، شتي ها هما، ماشي المسحوق اللي هو حنا كنقولوا ليه كلاصي، لا هو سكر السنيده، ها هو مهم 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 في شد البشره. عرفتي ملي كديريه البشره ديالتك كتولي شاده، الله يجعلك ما ديري غير هو والحليب، وتديريهم تتكتري، كديري معلقه كبيره وشويه ديال الحليب وكديري البشره، كتخليه يذوب شويه وديري البشره ديالك، كتشوفي البشره ديالك كتجبد كتجبد كتجبد، جد رائع هاد سكر السنيده، جد رائع في شد البشره. شوفي سيدتي اي حاجه قلتها لك جربيها وعاد ردي عليا الخبر، تجربه خير وبرهان، دائما تنقولها لكم باش ما نكونوش يعني ما كنثيقوش اولا فاقدين الثقه، اولا كنقول لك جربي عاد ردي عليا. سيدتي المكون الثالث اللي هو الميزينا، الميزينا اللي هو كذلك مبيض،
مبيض خطير، مبيض غزال، مبيض قوي اللي هو الميزينا، كذلك مغذي. شوفي شحال حاجة عندي مغذية وكذلك مبيضة، كذلك مغذي للبشرة اللي هو نشا الذرة، نشا الذرة او لا دقيق الذرة. سيدتي هاد المكونات غادي ناخد مقدار ديال الفكوس، يعني تقريبا نص ديال، ماشي النص، غير ربع ديالها. غنحكها مزيان، نحكها في الحكاكه الرقيقه اولا، ندوزها في الخلاط الكهربائي. من الاحسن تدوز في الخلاط الكهربائي، ياك ما ديري معاها لا ما لا حتى حاجه. انا بغيت الميهه ديالها تكون ناشفه، غتغسليها وتمسحيها مزيان وعاد باش تحكيها اولا ديريها في الخلاط الكهربائي. ما بغيت معاها حتى شي نقطه ديال الماء، بغيت انا غير ديك الميهه ديالتها هي الخاصه بها. سيدتي غادي نطحنها مزيان بقشورها بكلشي، لا بزريعتها بكلشي، لا نطحنها مزيان في الخلاط الكهربائي. غادي نوضع عليها معلقه كبيره ديال سكر السنيده، معلقة كبيرة ديال سكر السنيدة. انا كنعاود باش تفهموني مزيان، وكنتمنى انكم يوصلكم التواصل يكون بيناتنا، تفهموني مزيان وباش التعاليق حتى هما نكونوا مزيانين. سيدتي معلقة كيف قلت لك، سيدتي قطع ليا التصوير، معلقة كبيرة ديال سكر السنيدة، وكذلك ملعقة كبيرة ديال الميزينا اللي هو دقيق الذرة أو لا نشا الذرة سيدتي، اللي هو جد رائع في تبييض البشرة وكذلك شد البشرة وتغذية البشرة. ولكن اللي كيشد لي البشرة بزاف هو سكر سنيدة. كنعرفوه أنه كاين الناس اللي ما كيعرفوش في الحقيقة أنه كيجبد لي البشرة. كاين الناس هذه ما كانش عندي واحد الفكرة، ولكن بعض المتتبعات كتبوا لي أنه تصنعوا منه البوتوكس. هذه ما عرفتهاش، يلا عرفتها من شي متتبعات كتبوا لي أنه السكر كيصنعوا منه البوتوكس، والله أعلم. المهم أنه كيشد البشرة، راه عن تجربة راه في شد البشرة خطير. شوفي سيدتي ملي غادي تبغي ديريه لوجهك، غتغسلي وجهك طبعا يكون نقي، يكون الوجه نقي مغسول بالماء الدافئ كيف ما كنوصيكم دائما بالماء الدافئ. علاش؟ باش ما كتحل، كتحل ليا المسامات ووجهي كيستافد ليا اكثر من المكونات اللي كنحط عليه. سيدتي تغذيه البشره، عليكم تغذيه البشره، تغذيه البشره اول شيء، اول هي الاولى على التبييض، هي الاولى على التجاعيد. لان تغذيه البشره الا ما غديتش البشره ديالتي راه ما غتستافدش من الماسكات، الا ما غديتش البشره ديالتي راه ما غاديش يتجبد ليا وجهي، الا ما غديتش البشره ديالتي ما غاديش يحيدوا ليا التجاعيد، الا ما غديتش البشره ديالتي ما غتبيضش ليا. المهم تغذيه البشره هي اول حاجه، راه اول حاجه اللي مازال ما كتبداش الماسكات او لا هذا كتبغي تبدا تغذيه البشره. اول شيء اي حاجه عندك في البيت ديالك، بطاطا تحكيها طلع لوجهك، هكا الفكوس، حنا هذا كنقولوا له الفكوس، انا ما عرفتش الدول الاخرى ما عرفتش شنو تيقولوا ليه. المهم هو شبيه بالخيار، وتيكون على هذا الشكل وتيكون مخطط حرش شويه. سيدتي الفكوس ما عرفتش شنو تيقولوا ليه، المهم انا وريته لكم على الشاشه باش يعرفوه الناس ديال الدول الاخرى. سيدتي قلت لكم الوجه هيكون مغسول، وطبعا قلت لكم تغذيه البشره ما تخلوش عليها. كذلك تشدي الوجه ديالك، تخلطي الخليط، غتخليه واحد شويه، ما غديريش مباشره، تيتجانس مزيان، غتخليه واحد 3 دقائق او 4 دقائق، وكطلي لوجهك ديال الوجه ديالك بالطريقه الصحيحه اللي كنعطيك دائما من تحت للفوق. رسمي لي الوجه ديالك، تفنني لي في الرسم ديال الوجه ديالك، يعني ملي تشوفي في المرايه بحال شاده واحد القلم او واحد الشيته وكترسمي، وكترسمي، حبي الوجه ديالك، رسمي ليا هكا والطريقه الصحيحه، الطريقه الصحيحه سيداتي، لان وضع الماسك راه مهم بزاف. اهم حاجه هو الماسك، اهم حاجه هو الماسك. ملي كديريه راه هو اللي كيحيد لك التجاعيد، هو اللي كيجمع لك الوجه ديالك، هو كل شيء. الا حطيتيه بطريقه غير صحيحه والله العظيم قسما بالله راه كتخرجي على الوجه ديالك. انا نقول لك اللي كاين، الا ما درتيش بطريقه اللي هي صحيحه غير
بلا ما ديري. انا كنقول لك من النصيحه من عندي، ما درتيش بطريقه اللي هي مزيانه بلا ما ديري، سيدتي تخليه نصف ساعه هو اكثر في الوجه ديالك، من بعد كتفزقي اليدين ديالك وتفزقي الوجه وكتخدميه على شكل دائري، ضروري كتبقي تدفعي هكا وعاود تدفعي الفوق، عاوتاني كذلك الجبهه هكا والفوق، باش الوجه ديالك كيستافد اكثر واكثر، توصلي وجهك بالماء البارد. اي كريم مرطب عندك في البيت ديالك ديريه. سيدتي ما تنسيش بارطاجي مع صحباتك، وما تنسيش بلا حنا النساء راه نديروا اليد في اليد ونفاجئوا الاخرين. نفاجئوا راكم عارفين يعني بنادم راه بين يدو كل شيء. ايوا نوضي ليا يا لالا، نوضي نوضي ليا، قدي ليا الجمال ديالك وتهلاي ليا في راسك. تغذية تغذية تغذية، شرب الماء شرب الماء شرب التغذية الصحيحة وشرب الماء. يلا سيدتي بسلام عليكم، ما تنساوش البصمة.